يعني هو بذكر الجواز التاني خلاص جات كل الاخبار الوحشه. استاذه فاتن اتفضلي. الموضوع قد ما احنا بنتكلم عنه كده من منطلق القانون زي ما سيادة النائبة بتقول او من منطلق الدين والشرع، الا انه في جزء انساني مرعب في القضيه. الحق في الايام والسنين والحق في والكرامه وكل التفاصيل دي، الطرف او الجبهه اللي بتقول مش من حقها، او انا بسال حضرتك تحديدا عن اللي بيحصل على الارض، التدليس والخداع اللي بيحصل لاخفاء الزيجه الثانيه، ايه المبرر ليه؟ ايه المنطق اللي وراه؟ انا مش عارفه صراحه. عايزه اقول لحضرتك حاجه قويه جدا. لما دلوقتي الزوج بيقبل على ان هو يتزوج من زوجه ثانيه بيقول ان هو ده هو حقه، تمام. احنا بنقول لحضرتك فعلا ده حقك حضرتك من ناحيه شرعيه، مثلا هو ثلاث ورباع، لكن ليه بتخفي عن الزوجه الاولانيه طالما ان هو حقك والحق اللي حضرتك بتقوله ده هو بتقول ان الشرع هو اللي اعطاه له. في نفس الوقت القانون القديم سنه 29 بيقول وبيلزم الزوج ان لو كانت على ذمته زوجه او زوجات اخرين انه يدلي بجميع البيانات وعنوانهم، وعلى حضرتك الموثق او المأذون ان هو حضرتك يقترهم بجواب موثق على ان هو الشخص ده هو تزوج عليك. كمان بيقول ان لو حضرتك ادليت ببيانات والبيانات ده هي بيانات كاذبه، بمعنى ان انت حضرتك بتقول اسم مختلف، بتقر على ان انت متزوج ولكن بتقول اسم مختلف وعنوان مختلف، القانون كمان بيعاقبك ولكن كان بيعاقب بالغرام. كان في مسوده للقانون وتم سحب المسوده دهيت، وكانت بتقر على ان هو لو تم تدليس في وثيقه الزواج وهي وثيقه رسميه، وهو زي ما حضرتك معالي النائبه كانت بتقول ان الزواج هو الرباط المقدس ما بين الزوج والزوجة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني وجعلنا بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. إذن المودة والرحمة هي أصل الزواج، إذن السكينة هي أصل الزواج، الأمن والأمان. فتخيلي بالظبط كده، فتخيلي الزوجة اللي كانوا في بداية حياتهم اللي هي تزوجت واختار الزوج دهوت، وكانوا في بداية حياتهم صغيرين، بعد كده هوت ابتدت إن هو يعني يبتدوا يبنوا حياتهم بشكل كل واحد فيهم بيحاول ان هو يسند الاخر ويدعم الاخر ازاي، لغايه ما بقى عندهم اولاد وبقى عندهم قيمه اجتماعيه وقيمه اقتصاديه داخل المجتمع. يعني اللي بيحصل انه بيحصل غش في وثيقه الزواج تمام الجديده. تمام مظبوط. تمام. طيب هنا هيبقى في سؤال انا متاكده انه موجود كده في الصدور، بس خلينا نقوله. ده القانون، واللي بيغلط في القانون يعاقب بالقانون. وهنا سياده النائبه انا كنت عايزه استاذه دينا لازم اقول حته لان الحته دي موصوله بالكلام اللي انا بقوله. القانون هنا لا يعاقبه على ان هو تزوج باخرى، علشان نصحح المفاهيم. القانون هنا بيعاقبه على ان هو مزور وحضرتك دلس في وثيقه الزواج ولم يدلي ببيانات، علشان صحيح. كتير جدا من الرجال لما بيجي حضرتك يتكلم بيقول انتم يعني بتحرموا ما شرعه الله. احنا لا حضرتك نخالف ما شرعه، ولا نستطيع ان نخالف ما شرعه الله من فوق سبع سماوات، ولكن حضرتك انت اللي خالفت شرع الله وان انت كذبت على زوجك زوجتك.